على موزايكا فام نحكيو على دواء البيطري ومعنا الدكتور مهدي بركلا طبيب بيطري. عسلامة دكتور. عسلامة ليك، شكرا ليك. مرحبا بك دكتور، شكرا ليك. شكرا البياطرة الكل، مش البياطرة اللي موجودين في الكابينية كهو اللي يقوموا بعمل ممتاز في علاقة بالحيوانات الأليفة، لكن زاد البيطريين اللي موجودين على كامل تراب الجمهورية، واللي نعرف اللي العمل نتاعهم مضني، نعرف اللي يقوموا بعمل خارق العادة مع الشبتال التونسي مع كل الفلاحة. ولذا أجمل أجمل تحية لمهنة ممتازة تعمل 66 كيف، ويعطيكم الصحة. شكرا الياس، وشكرا لفريق ميدي شو اللي أتحتونا الفرصة الحديث عن المشكل الحالي اللي قاعدين نتعرضوه اليوم. اليوم الأطباء البياطرة الخواص التونسة المنتشرين في كامل تراب الجمهورية نتعرضوا لمرحلة في العمل متاعنا من حيث صعوبة التزود بالأدوية البيطرية. أوكي. وتم التضييق علينا في العمل بتاعنا بريفي. خلينا نفهم خلينا نفهموا سي مهدي فضلك. اليوم وين المشكل في أن أنتم تتزودوا من الصيدلية المركزية؟ الصيدلية المركزية قديه فيها من فرع؟ ثلاثة اللي قاعدين يخدموا اللي هما سوسة، صفاقس، وتون، هكا ولا؟ أي. والطبيب البيطري اللي في المناطق الحدودية واللي في جندوبة واللي في القصرين واللي في بن قردان واللي في التوزر، منين يقتني الأدوية نتاعو؟ ألو جوستوما منين دكتور؟ باهي باش نقول لك حاجة. اليوم نقتني الأدوية من أنا باغ إكزومبل في صفاقس ناخذ من فرع اللي هو تابع الصيدلية المركزية هكا ولا اللي اسمه فارما، هو يتسمى جروسيست اوتاتيك. شنو المانع باش ناخذ من عند جروسيست بريفي زادا؟ فهمتك باش نقصد ولا لا؟ الفروع اللي موجودة للصيدلية المركزية هما ثلاثة، اور بريفي قداه؟ هما 70 وإتربي سو توت لا تونيزي على كاملة. اش معناها هذايا؟ هذايا تسمى تضييق ولا لا؟ هكا ولا؟ اش عندنا في التوصيف سي مهدي؟ اعطينا الواقع تم بعد نوصفوه، ولا تم بعد على ليميت نتسائلوا على اسبابه. الواقع هو انه اليوم عندكم مشكل نتاع التزود، المشكل نتاع التزود هذا على خاطر بموجب القانون تشريو كان من الصيدلية المركزية ولا فروعها؟ القانون مالا شنو؟ القانون يخول لنا الياس. القانون عندك القانون توزيع الأدوية، قانون 29 مكرر لسنة 1992، هو فيه اعتراف ضمني وأن الطبيب البيطري عنده الحق في اقتناء الأدوية من الصيدلية المركزية رقم 1، 2 الصيادلة بائعي الجملة، 3 مخابر تصنيع الأدوية المحلية. تاكوردو؟ لكن اللي هبط، هو منشور اللي هو منشور إداري. والمنشور الإداري هو عادة المنشور يجي باش يوضح القانون هكا ولا؟ لكن هذا يجب شيء يعكس القانون. دونك احنا في مارس 2021 هبطونا توقفوا الصيادلة موزعي الجملة عن تزويد البياطرة. منشور مصدور من إدارة الصيدلة والدواء. وصافي دو موا التالي اللي طويل معناها نوفمبر 2023 كيف التحقوا بهم المخابر المصنعة المحلية، تم معناها منهم اونيكمون الفيترينير الا البيطري. معناها البيطري اليوم ما ينجم ياخذ الا من الصيدليه المركزيه. وباش نقول لك حاجه، اللي الصيدليه المركزيه 80% من الادويه ما عندهاش. اليوم بموجب منشور ما تنجم تاخذ كلمه من الصيدليه المركزيه 80% من الدواء ما عندهاش. شنو التفسير اللي تعطاه للبياطره يا سي مهدي؟ علاش؟ والله احنا التو متسائلين. معناها كمان بيزار سي مهدي، انا متاكد انه فما اجابه. علاش يقول علاش؟ شنو هو السبب اللي خلى اداره الصيد؟ انا نوعدك انه تنسالهم، لكن شنو هو السبب اللي متوفر عندكم؟ ما بالنسبه لي انا في التخمينات، انا عندي 29 سنه نخدم في القطاع هذايا، اني نتزود من الفارماسي سنترال ومن المخابر ونتزود عن 29 سنه، معناها من 2001 انا نخدم الخدمه هذه. هذا نعملوا شويه تخمينات مع بعضنا سي مهدي. هل هو دواء غالي برشا ولا مش غالي؟ قداش تكلفته الدواء هذا؟ الدواء يمشي من قداش لقداش؟ اعطيني فرشات. اكيد غالي الدواء، شوف اي غالي. معناها احنا كي نحكيو بالنسبه للخدمه نتاعي انا في قطاع الدواجن، قطاع الدواجن اليوم تجم تقول 60% من الادويه راهو ماشيه للدواجن، 60 70% من تلقيح سورتو القيمه الماديه نحكي انا. فهمت؟ شوف الدواء البيطري هو يمثل 2% ولا 2.5% من مجموع الادويه تاع العباد الكل، معناها فهمت؟ معناها اذا كنت تحسب انت على 100 مليار فما 2 مليار برودوي فيتيرينير. مثلا انا جبت هكا نابورت كوم، معناها اي ما يسالش
فوالا. اليوم انا نقعد كان نزيد نسال بالنسبه للصيدليه المركزيه، نتصل بهم ونحاول نفهموا، لكن اليوم شنو تبعات القرار هذا بالنسبه لكم في حياتكم اليوميه؟ احنا اليوم ما عندناش ادوات باش نخدموا، صحيح؟ احنا وفما عديد الشركات نتاع المداجن، خاصه انا في القطاع نتاعي قطاع حساس برشا، تعرف امراض الدواجن امراض متشعبه، ومعناها نقولوا احنا موزايك باثولوجيك، معناها متعدده ومتشعبه برشا. الا كان تو ناجي با رابيدمون وسور بلاس، معناها تو ناجي، معناها لازم ديغنوستيك يكون دو سيرتيتود صحيح، وتو ناجي رابيدمون، سينو راهو في الساعات اللي بعدها تنجم تدهور الحالات، وتقعد ديما تتابع القطيع نتاعك نتاع معناها نقولوا احنا المداجن. وتعرف حكم خدمتنا في المداجن، انا اليوم وقت اللي نمشي نخدم في المداجن مثلا بار اكزومبل المجنة على 80 100 كيلومتر قدام، ماهيش مجنة تشرب في كاس ماء الصباح وكاس ماء العشيه، فهمت؟ يضربوا في 12000 و15000 ايتر ماء في النهار. معناها انت وقت اللي باش تداوي مجنة في النهار يتفو اونتر 10 15 لتر معناها دونك كميات كبيره مطالبين ان انتم تتعاملوا معها. باش تطالبوا اليوم مهدي بارك الله؟ كيفاه؟ باش تطالبوا اليوم؟ بيان سور نطالبوا باش المرسوم هذايا، معناها هذا قرار تعسفي بالنسبه لنا احنا، منشور ايه؟ منشور جست ما منشور، هذا تعسفي وهذا يحد من المهنه البيطريه ويضر في طبيعه المهنه البيطريه، يضرها. وهذا احنا اليوم في العالم الكل، معناها تعرف في العالم الكل راهو طبيب بيطري هو اللي عنده الحق في التزود في مسك واستعمال وبيع الادويه البيطريه، راهو في العالم الكره الارضيه كامله. هنا في تونس التولى فهموها، مازالوا ما فهموهاش، مانيش فاهم عليها. أنا نودك مهدي بارك الله أنه في أقرب الأوقات نتصل الآن إذا بإدارة الصيدلة، ونتصل زاد كذلك بوزارة الصحة، ونحاول نفهموا مع بعضنا. مع مهدي بارك الله، شكرا لك على التدخل المباشر معنا. هو اللي قاعد يقول حذاري حذاري يا جماعة، احنا أمام هذه صرخة فزع بالنسبة للأدوية البيطرية. هو اللي يقول حذاري، رانا أمام مشاكل كبيرة ياسر، وغدوة في الأيام إذا كان لقاو رواحنا أمام مشكل يهم الشبتال نتاعنا ولا يهم الدواجن، ما تقولوش كيفاش، راهو احنا على عين المكان ساعات ما نجموش حتى نتدخلوا، بالرغم من انه نعرف كيفاش نتدخلوا، عندنا الامكان، عندنا العرف باش نعملوه، لكن ما عندناش الامكانيات. شكرا ليك مهدي بارك الله، طبيب بيطري صرخة فزع.